احنا ليست لدينا حساسيه، وانما نحن نتكلم ضمن واقع ومن احداث الان مسجله. هؤلاء آل سعود حينما تريدنا ان نتكلم عن العراق او عن اليمن او عن سوريا، فهم الذين سفكوا الدماء في المنطقه العربيه والاسلاميه وقبلها حتى في الشيشان. فنحن حينما نتكلم لا نتكلم عن عواطف، وانما نريد هؤلاء المجرمون ان يكفوا ايديهم عن ابناء الشعب العربي والاسلامي. وماذا قدموا؟ ماذا قدموا الى فلسطين منذ سنه 1947 45 الى هذا اليوم؟ وهم الان ويدعون انهم حماة الحرمين، وفي نفس الوقت يقتلون ابناء اليمن. ابناء اليمن هؤلاء هم العرب العاربه، هم العرب الاقحاح، وليس هم العرب مستعربه. هؤلاء الذين دخلوا الاسلام منذ بدايته، وكيف فاذا كيف هم يكونون حامي الحرمين؟ نحن حينما نحارب آل سعود نحاربهم لما يقومون فيه بمهمات اخطر حتى من اسرائيل. آل سعود اليوم قاموا بعمليات طائفية، وحتى رفضتهم الأسر، يا أخي رفضهم، ليست فقط نحن، الأسر في مؤتمر غروسني لم يعتبرهم حتى طائفة إسلامية. ولذلك احنا محاربتنا على آل سعود هي محاربة واقعية، وأنا أبشرك أن هذه الحرب التي شنوها على اليمن، على جمهورية اليمن، وحينما تحدث مع ناطقهم العسكري وقال خلال 3 أيام و3 أسابيع، ها هي اليوم تستمر إلى 1.5 سنة، وقد كتب عنها الكتاب الأوروبيون وقالوا بأن ما يحدث الآن في اليمن من معركة، لقد وضع السعوديون العائلة السعودية أنفها في الوحل، وسوف لا يخرجون من هاي إلا بنهاية العائلة السعودية. هذا ما يكتبها الأوروبيين وليست أنا، يقولون قد أهانوا أنفسهم في معركتهم مع اليمن. لا، الحقيقة نحن بدأنا في هذا الخط الذي ارتأيناه أنه هو هذا خط العدل وحق وخط الحق، أنه نسير عليه منذ نعومة الأظفار. يا أخي نحن وقفنا مع القضية الفلسطينية، ونحن من عائلتي ذهبوا إلى محاربة الصهاينة منذ الستينات. وأيضا لا تنسى نحن قضيتنا في قناة السويس، تظاهرنا في قناة السويس وتظاهرنا من أجل الجزائر بالستينات. وقد أقول لك أكثر من هذا، أن رجال الدين علماءنا الأفاضل في زمن السيد محسن الحكيم رحمه الله وقف مع القضية 56 سنة 1900 مع الجمهورية المصرية. نحن ليست نحقد على آل سعود من لا شيء، نحن لدينا تاريخ معهم، لدينا هؤلاء الذين صحيح نحن نسمع أنهم قاموا في سنة 1801 وغزوا العراق ونهبوا ما نهبوه من الإمام الحسين، وكذلك هدموا العتبات المقدسة. هذا نحن لا نتحدث عنه، هذا التاريخ طويل وعريض، ولكن نتحدث على ما يجري الآن في الساحة. ماذا يجري يا أخي الآن في سوريا؟ من وراه؟ ليست وراء ما يجري في سوريا إسرائيل وحسب، وإنما الذي وراهم هاي هذه العائلة التي الآن لها علاقات وطيدة، وقد لاحظناها على التلفزيونات مع الصهاينة. هذا هو الذي يدفعنا. أنا أقول لك، إذا انتهت عائلة آل سعود، الأمة العربية والإسلامية سوف تكون في خير، سوف توقف هذه نسف الدماء، سوف يوقف هدم البنية التحتية. كل ما يحدث الآن هو البترودولار. هؤلاء آل سعود مستعدين أن يقومون بكل شيء في سبيل أن يبقون على الكرسي، وقد قالوها إلى ممثل بريطانيا كوكس في العشرينات. والآن أيضا هم أدوات بيد المخابرات العالمية، ولذلك من هنا نحن خلافنا مع آل سعود. نحن ندافع عن كلمة الحق، نحن ندافع عن الأحرار. هذا هو الذي يدفعنا أن نقف بهذا الموقف.